هذه اللحظة لم تقل لنا الحكومة ما هي الحلول التي ستستخدمها لحماية هذه المؤسسات، وخاصة حماية مناصب الشغل، لأن مناصب العمل هو الأهم بالنسبة لنا كاقتصاديين، لأن هؤلاء حازوا على مشاريع اقتصادية وحققوا ثروة كبيرة، وفي طريقهم في تحقيق ثروة وظفوا عمالا ليس بالقدر الذي يعني من المفروض أنهم يوظفونهم، ولكن يعني مهما يكون هؤلاء عمال يعينون عائلات، فهمنا كاقتصاديين أنه لابد من الحافظة على مناصب العمل. قلت بأن الحكومة لحد هذه اللحظة لم تعطينا حلول عملية، ولكن باش نكونوا يعني إيجابيين نقول بأنه مؤشر إيجابي، لأنه كي نشوفوا بأن الحكومة يعني اهتمت بهذه الفئة وهذه النشاطات الاقتصادية وهذه المشاريع، يعني هو مؤشر إيجابي يبقي على ديناميكية العمل الاقتصادي بالنسبة لهذه المؤسسات، ويخلق طمأنينة على مستوى العمال، لأنه في البداية باش نكونوا واضحين وصرحاء، يعني في اعتقاد الخاص أن المسؤولين والمدراء الذين يديرون هذه المشاريع يمكن أنهم تلقوا ضوء أخضر من السلطات العليا للبلاد للاستمرار في مزاولة النشاط، ولكن عندما يعني فاقت المدة شهر هنا يبدأ يعني الشكوك تدخل، وهنا لابد أن تتصرف الحكومة بوصفها يعني ضابط العملية الاقتصادية، وبوصفها أنها يعني دعنا نقول أنها هي من من خلالها استفاد هؤلاء من هذه المشاريع الكبرى وذات المبالغ الكبيرة جدا. نعم سيد عيا، ربما هناك العديد من التساؤلات، ما هي ربما الحلول والآليات التي يمكن أن تقف عليها اليوم الحكومة من أجل يعني من أجل أن تصد، أو نقول من أجل أن تقف، وحتى يمكن أن نتكلم أن تحافظ على سيرورة هذه المؤسسات بدون أي تعثر اقتصادي للبلاد، يعني للجزائر خاصة في هذه المرحلة الحساسة بالذات؟ شكرا. هو من باش نكونوا واضحين، افضل حل لهذه اللحظه يعني هو تعيين مسير اداري او مسير قضائي، يعني تعيين مدير يشرف على اداره النشاط الاقتصادي. واسبق وان ذكرت يعني في قناه النهار ان هناك تجربه ويمكن ان نقتدي بها، وهي تجربه بنك السلام، لان بنك السلام كان ذاهبا للافلاس، والحكومه عينت مدير ومسير اداري فقام بتسيير المشروع البنكي، واليوم بنك السلام يعني اداؤه جد متميز. ففي اعتقادي الخاص انه افضل يعني سبيل هو تعيين مسير اداري يعني يفهم هذه النشاط، ومن ثم يحاول ان يكون حجر عثره لايقاف النشاط الاقتصادي، ولما لا تنميه وتوسيع هذا النشاط واعطائه ديناميكيه اقتصاديه وبعدا اقتصاديا. ولكن باش نكونوا واضحين لحد هذه اللحظه، الحكومه للاسف الشديد لم تثق بعد في المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي الجزائري، هي يعني تعين من تثق فيهم بناء على انهم كانوا ضمن الاجهزه الحكوميه والهيئات الحكوميه، ولكن المشاريع الاقتصاديه تقتضي احيانا يعني التوجه لذوي الخبره، ونحن في الجزائر الحمد لله لدينا يعني من لديه امكانيه تسيير المنشاه الاقتصاديه والبعث بها الى افاق كبيره، خاصه ان الحكومه اليوم تدعو الى التنويع الاقتصادي وتقول بان الفساد هو من تسبب في تدهور الاقتصاد الجزائري، واننا يعني في رؤيه جديده، هذه رؤيه جديده تقتضي الانفتاح على راس المال البشري. هناك اطارات جزائريه موجوده على مستوى الجامعات او في مختلف المواقع، وهناك خارج وصلت الفكره. سيد عبد الرحمن عيان، اشكرك.